بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعمل البارتيكل للماي أو مشابه للماء، ممكن نستعمل الانديناميك تيالي أفضل بالان بارتيكل. يعني لو نسوي مثال الحين، مثلا نعمل السفير، أو عشان نعمل الوعاء بشكل سريع. مثلا هذا عندنا اللي راح ينزل فيه الماء. نروح على ان بارتيكل، نقول له كرييت. خلينا نفتح هذه. هني طبعا في وايد اختيارات. خلينا ناخذ الووتر، نقول له كرييت اميتر. الاميتر عطنا اياه هني، ندوس دبليو نصعده شوي فوق. الحين اذا ضغطنا بلاي راح نشوفه يتوزع كذا مكان. فعشان نتحكم بالاتجاه ماله، نروح على الاميتر، نقول بدال امني نقول له دايركشنال. الدايركشنال وين راح يكون؟ هني محطوط على الاكس، ما نبي الاكس، نحطه صفر. هني نحط نبي الواي بس ماينس واي عشان ليه تحت يروح. مثلا الحين اذا ضغطنا بلاي راح نشوفه، راح ينزل شيء بالطريقة هذه. نعمل سبريت شوية. الحين نلاحظ نشوف انه قاعد ينزل من خلاله. عشان نسوي الكولايد نفس الطريقة، خلنا نكبر اول شيء شوية. مثلا كذي الطريقة هذه. نروح على ان مش، نقول لك create passive collider. الحين اذا ضغطنا بلاي راح نشوفه انه يوقف هني. الحين اذا عملنا render خلينا نحط render مان مثلا، شوفه صغير، نكبره شوية. نروح على الاميتر، نقول ان بارتيكل شيب، البارتيكل سايز نزيده، نعمل رندر. عندنا هني نزيده شوي بعد، وهني بالشيدنج نقلل الأوبسيتي شوية، نزيد التريشيلد إذا نبي عشان يصير تداخل أكثر. نعمل رندر، نلاحظ هذا الماي. يعني الحين إذا بنرجع من الأول، طبعا لأن الجرافيتي مالته عالية شوية، ممكن نقلل بالاتريبيوت يطلع معانا الشكل اللي نبيه. يعني ممكن نقلل السبيد بالديستنس دايركشن اتريبيوت، خلي عشوائية شوية، خلي صفر السبيد، سبرت نزيده شوية. يعني الحين نشوف، نعمل رندر. اوكي، نقدر نزيد السايز بالبارتيكل شيب. عندنا بارتيكل سايز نزيده شوية. نعمل رندر. يعني
نزيده شوي بعد. وهكذا نقدر نزيد البارتيكل بعد فيعطينا الإيحاء. قاعد يسوي كولايد.